رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أكد مجلس الوزراء على ما وصلت إليه المشاريع التطويرية بقوة دفاع البحرين من مستويات متطورة في مختلف مسارات عملها بكافة قطاعاتها، مما جعلها نموذجا متكاملا في التطوير والتحديث والجاهزية، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية ودور مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري لقوة دفاع البحرين في تعزيز جهود تطوير الخدمات الطبية والعلاجية في مملكة البحرين من خلال ما تحتوي عليه من تجهيزات وإمكانيات حديثة وتقنيات متطورة. بعد ذلك عرب المجلس عن صادق تعازيه وخالص مواساته للجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في ضحايا الزلزال وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا المجلس تضامن مملكة البحرين مع سوريا وتركيا في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولاً الموافقة على المذكرتين التاليتين، مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مقترح تطوير آلية تقديم وإعداد مشاريع القوانين الحكومية. ثانياً مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروعات القوانين التي تم إعدادها بناء على الاقتراحات بقوانين والمقدمة من مجلسي النواب والشورى، والتي لا زالت لدى مجلس النواب والمجلس الوطني بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. ثم استعرض المجلس سير العمل في تنفيذ مشروع تطوير شارع الفاتح ضمن مشاريع تحسين الحركة المرورية بالمملكة ونسب الإنجاز فيه، كما استعرض الاستعدادات التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية للاحتفال بمناسبة الذكرى 22 لميثاق العمل الوطني. بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة في مملكة البحرين في فبراير 2023، ونتائج زيارة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة إلى مملكة البحرين، وزيارة سعادة وزير الخارجية إلى جمهورية السودان الشقيقة والمجر، وزيارة سعادة وزير النفط والبيئة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونتائج مشاركة سعادة وزيرة الصحة في معرض ومؤتمر الصحة العربية لعام 2023، وزيارة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومحاكم دبي، وزيارة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولقاء سعادة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، وحضور أعمال ملتقى الاستثمار البلدي فرص، وزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والاطلاع على برنامج الشيخ زايد للإسكان، وزيارة سعادة وزير التربية والتعليم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.